أوه، ذاك الأرنب المزعج. صديقي، صديقي، إنه هنا، إنه هنا. من؟ السيد جودي مكدف كريتيك، الناقد الفني الأشهر في العالم كله. أنت عارف ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ إنها فرصتك ليكتشفك أحدهم كفنان مشهور. استجمع شجاعتك، أريه أعمالك، وابذل قصارى جهدك. جميل جداً، خبير فعلاً، وجريء في دمج الأشياء معاً. المقاييس دقيقة جداً ومتناسقة بين الأشجار الخضراء والأرنب الرمادي. هذا نادر. اللوحة يا سيدي، لا تضع. عد إلى هنا الآن. تحتاج إلى شيء. وجدتها. ما الأمر يا داك؟ سأمسك بك أيها الأرنب. يوهو، أنا هنا سيدي. هذا الشيء سيفي بالغرض. رجاءً، أزيل الألم في الحال. أو لا، ماذا سأفعل؟ ساعدني يا صديقي. اسمع، رجاء ساعدني بسرعة، أتوسل إليك، فالألم قوي جدا. أنا آسف سيدي الأرنب، لم أقصد إزعاج أحد. هل لا تسدي لي هذه الخدمة الأخيرة رجاء؟ هذا آخر ما قد أطلبه منك. أي شيء سيدي، ماذا تريد؟ هلا تشد هذا الحبل. طبعا يا صديقي.